طبعا نتائج الشركة ل 2012 نتائج متميزة، يمكن ما تعكسها الحسابات لأنه أرباح 2000 السنة اللي قبلها 2011 تشتمل على بعض الأرباح المتعلقة ب يعني بعض الإنكم اللي هم من سنوات سابقة قبل 2011، فهي لا يظهر إذا، وزائد أن احنا عندنا بداية تشغيل اللي هو المرافق بناء السفن 170 متر وصيانة السفن، نسبة الإشغال فيها في السنوات الأولى تكون قليلة، فهذه كان فيها خسائر. لكن السنة 2013 من المتوقع أن احنا ندخل في، لأن نسبة الإشغال عالية وعندنا أوردرات أكثر على صيانة السفن وأيضا بناء الزوارق اللي هي 170 متر وأصغر. فطبعا إذا قررنا نتائج الشركة، نتائج متميزة، وضع المالي للشركة متميز جدا، فرص النمو للشركة أيضا موجودة من خلال الطلبيات الموجودة عندنا لبناء زوارق سواء لقطر للبترول أو أيضا دخلنا أيضا في بناء بعض اليخوت الفارهة هذه، وفي نفس الوقت أيضا بادين حنبدأ إن شاء الله تشغيل مشروع اللي هو القوارب الفايبر جلاس. طبعا دخل الشركة الأساسي من نقل الغاز، وتوسعنا طبعا راح يكون في منتجات أخرى اللي هي مع الغاز، سواء البروبين، منتج البروبين اللي الشركة في مناقشة مع شركة تسويق أيضا اللي هي تسوق المنتجات هذه، بحيث أنه يكون تصديرنا بدل ما يكون FOB يكون جزء من التصدير، يكون إكسشيب يعني واصل، ومن خلاله يمكن الاستثمار في هذا المجال. فإن شاء الله فرص النمو للشركة كبيرة، وأنا أشكر، لا يسعني إلا أن أنا أشكر أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين على دعمهم للشركة أول شيء ودعمهم لي ثاني خلال الفترة اللي أنا قمت فيها، وأنا متأكد أنه المجلس الجديد وبرئاسة الدكتور السادة راح أيضا يدعم موقف الشركة في المستقبل. قال رئيس مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز حمد راشد المهندي في لقاء سابق مع CNBC عربية كذلك، قال إن الشركة تتمتع بتدفقات نقدية ثابتة نتيجة قيامها بعمليات تأجير طويلة الأجل، وتتوقع الشركة نموا في هذه التدفقات مستقبلا، مؤكدا على قيام الشركة بدراسة تحويل استخدام السفن للغاز الطبيعي كبديل للديزل. دخل الشركة، الشركة لها دخل ثابت طبعا، نوع نظام تأجير طويل الأمد، كاش فلو، تدفقات نقدية ثابتة، التوسع موجود مثل أنا ما ذكرت، وبالتالي بقدر أن احنا ما نسدد جزء من القروض هذه أيضا الأرباح راح ترتفع، لأنه هذه يعني الشركة في بدايات وتوزيعاتنا الآن 3 أضعاف اللي احنا تكلمنا عنه في النشرة الإصدارية، يعني مقارنة بالنشرة الإصدارية تقريبا 2.8 مقارنة بذاك. فهذا ليس جريء، أنا أعتقد الشركة تقدر يعني توزع توزيعات أكثر، وتدفقات النقدية للشركة راح تكون مستقرة ومتنامية إن شاء الله في المستقبل. سؤال ربما يتبادر إلى الذهن، أنتم من كبرى الشركات التي تنقل الغاز المسال إلى العالم، ولكن 54 ناقل التي لديكم تعمل على الديزل، هل يمكن تحويلها إلى الغاز صديق البيئة؟ والله طبعا هذه تحت الدراسة وفي مراحل متقدمة، طبعا الديزل يكلفنا أكثر بالنسبة للتشغيل للغاز، وزائد في نفس الوقت بيئيا الغاز أنظف من والغاز أصلا موجود على السفينة، فتصميم السفينة كان على ضوء قبل اللي هو فكرة الشيل غاز، هذا وجود الشيل غاز في أمريكا، أنه أسعار الغاز راح تكون أعلى من أسعار النفط، وكان النظام الموجود أنه تسييل كل الغاز الموجود في السفينة اللي يتبخر، فإحنا راح نعيد هذه ونعمل ديزاين ثاني للسفينة، تعديلات بسيطة في السفينة ما راح تكلف كثير جدا، وبالتالي راح نستغل الغاز أيضا في استهلاكنا، راح نوفر في تكلفة نقل الغاز تشغيل السفينة، وزائد بيكون أنظف وأفضل للبيئة إن شاء الله.